أهلاً بكم أعزائي التلاميذ مع درس من دروس الرياضيات للصف السادس الابتدائي. درسنا لهذا اليوم هو عن النسبة والتناسب. تعرفت عزيزي الطالب في الدرس السابق عن النسبة وهي مقارنة بين كميتين لهما نفس وحدة القياس. الآن راح نتعرف على التناسب. التناسب هو تساوي كميتين. التناسب هو نقصد بالتناسب هو تساوي كميتين. تساوي كميتين، لاحظ عزيزي الطالب هنا أنا عندي يجب أن تكون الكميتين أو المقدارين متساويين، لاحظ راح آخذ المثال اللي أمامنا راح آخذ مثال واحد، المثال الأول، لاحظ إنه النسبة عندي النسبة هنا اثنين إلى واحد، اثنين إلى واحد، والنسبة عندي ثلاثة إلى ستة، النسبة هنا عندي هذه النسبة وعندي هذه النسبة عندي هذه نسبتين هذه نسبتين ألاحظ هذه النسبة تساوي هذه النسبة يعني اثنين على واحد يساوي ثلاثة على ستة اثنين على واحد يساوي اه ثلاثة على ستة راح أخذ هنا عندي العددين يعني. راح أخذ هنا عندي العددين يعني. عفوا عندي النسبة راح أخذها هي ستة على ثلاثة، ستة على ثلاثة، هنا أيضاً ستة على ثلاثة، لاحظ عزيزي الطالب هنا أنا عندي العدد اثنين وثلاثة، العددان اثنين وثلاثة، هذا العددان يسمى اه طرفي النسبة، هذا العددان يسمى طرفي النسبة. لو ضربنا اثنين في ثلاثة يساوي ستة. هذه عدي إذا تساوت نسبتين يسمى تناسب. هنا نعدي هنا نعدي متساويين هذا إذا تساوت نسبتين تسمى تناسبا. راح آخذ هنا نعدي طرفي النسبة أخذناها اثنين وثلاثة اثنين وثلاثة عدي العددان واحد وستة واحد وستة يسمى هنا عندنا وسطي النسبة. هنا أيضاً لو وجدنا حاصل ضرب الوسطين يساوي أيضاً ستة. إذاً نلاحظ هنا النسبتين الوسطين والطرفين متساويين في النسبة. إذاً هنا عندنا تناسب، يوجد تناسب. إذاً حاصل ضرب الوسط الطرفي النسبة يساوي حاصل ضرب طرفي وسطي النسبة. إذاً حاصل ضرب طرفي النسبة يساوي حاصل ضرب وسطي النسبة هذا بالنسبة لمفهوم النسبة التناسب هو تساوي كميتين أخذنا النسبة الأولى اللي هي 2 على 1 والنسبة الثانية اللي هي 6 على 3 6 على 3 هنا كتبت النسبة، إذاً هذا المقدار يساوي لهذا المقدار. نشوف هنا أنا عندي العددين أو العددان اثنين وثلاثة يسمى طرفي النسبة، هذا العددين يسمى طرفي النسبة. وعندي بعد ما ضربتهم شفت حاصل ضربهم اثنين في ثلاثة يساوي ستة. آخذ عندي العدد واحد والستة يسمى وسطي النسبة. إذاً عندي أصبح طرفي النسبة وسطي النسبة، حاصل ضرب الوسطين. يساوي ستة أيضًا، أيضًا يساوي وسط، هنا بما أنه حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، إذًا هي عندنا أكو تناسب، إذًا النسبتين متساويتين، فنستنتج أنه حاصل ضرب طرفي النسبة يساوي حاصل ضرب وسطي النسبة، هنا نأخذ إحنا الطرفين في الوسطين، إذا تساووا نقول النسبة متساوية. راح آخذ مثال آخر، مثال ثاني، مثال اثنين، عندنا راح يكون سؤال قطعة، قطعة خيط، قطعة خيط قسمت إلى جزئين، قسمت إلى جزئين بنسبة. بنسبه 2 الى 3 2 الى 3 2 يعني معناتها قطعه قصيره وقطعه طويله 2 الى 3 طول اذا كان اذا كان طول القطعه القطعه الاقصر الاقصر هنا عندنا قلنا 2 الى 3 معناتها أكو قطعة قصيرة وقطعة طويلة. القطعة الأقصر يساوي 12 سنتيمتر. 12 سنتيمتر. فما المطلوب هنا؟ فما طول القطعة الأطول؟ هنا نعدّي السؤال والمطلوب الثاني وما طول الخيط؟ يعني طول الخيط الأصلي. وما طول الخيط الاصلي هنا انا الاحظ اجي على النسبه هنا راح اجد النسبه راح اكتب النسبه النسبة عندي هي موجودة بالسؤال، النسبة عندي موجودة بالسؤال هي اثنين إلى ثلاثة، 2 إلى ثلاثة، راح أشوف هنا أنا عندي الاثنين هي الأقصر، الاثنين هي الأقصر، فش راح أكتب؟ الاثنين هي عندي نسبة الخيط الأقصر، بالسؤال مطيني طول قطعة الخيط الأقصى اللي هي 12 سنتيمتر إذا عندي الاثنين تمثل لي بالطول الحقيقي 12 سنتيمتر بالطول الحقيقي لكن عندي الطول الأطول ما معروف الطول الأطول ما معروف راح أخلي هنا أنا مربع معناته هذا العدد ما يقابله بالطول الحقيقي ما موجود عندي أجي هنا أنا إلى الاثنين عندي هذه النسبة أشوف الاثنين بيش راح أضربها حتى تكون عندي 12 يعني اي رقم اضربها فيه 2 حتى يطلع لي 12 عندي فقط ال 6 2 في 6 يساوي 12 اذا يجب ان اضرب المقام في نفس العدد اللي ظهر لي اذا لازم اضرب ال 3 في 6 حتى يطلع لي الناتج 18 اذا هنا أنا عندي طول هنا 18 سنتيمتر طول القطعه الاطول اذا الطول القطعة طول القطعة الأطول هو 18 سنتيمتر، إذا هسه أصبح عندي طول القطعتين أو طول الجزئين طول الجزئين. المطلوب الثاني هو ما طول الخيط؟ إذا طول الخيط إيش راح يساوي لي؟ طول الخيط يساوي مجموع طول الجزئين مجموع طول الجزئين الجزء الاول 12 بالسؤال والطول الاطول طلعناه بالحل اللي هو 18 راح يساوي 12 زائد 18 ويساوي لنا 30 سنتيمتر اذا طول الخيط الاصلي هو 18 سنتيمتر راح اخذ سؤال اخر حتى نحل او مثال اخر العفو مثال اخر مثال ثلاثة مثال رقم ثلاثة إذا كان ثمن إذا كان ثمن عشر قطع عشر قطع حلوة سبعة آلاف دينار سبعة آلاف دينار أوجد فأوجد فاوجد ثمن اربع قطع اوجد ثمن اربع قطع عندنا السؤال مطيني اذا عشر قطع ثمنهم سبعه الاف دينار اوجد ثمن اربع قطع اذا نريد ثمن لاربع قطع الحل الحل راح يكون اكتب النسبه النسبه تساوي نعدي عشر قطع إلى أربعة، عشر قطع إلى أربعة، لاحظ هنا أنا. أجي على السؤال عندي العشر قطع ثمنها سبعة آلاف، العشر قطع ثمنها سبعة آلاف دينار، الأربع قطع ما أعرف إيش قد ثمنها، أني راح أطلع ثمنها، راح أطلع ثمنها، ألاحظ هنا أنا. أجي على النسبة العشرة في أي عدد نضربها حتى تكون عندي سبعة آلاف. إذا عندي هو العدد سبعمية، إذا عشرة في سبعمية يساوي لسبعة آلاف، يجب أن أضرب المقام أيضاً في سبعة آلاف وأشوف إيش قد يظهر لي الناتج. يعني أضرب عفواً في سبعمية، الأربعة أيضاً أضربها في سبعمية حتى يكون البسط والمقام مضروب في نفس العدد. إذا أربعة في سبعمية يساوي لألفين وثمانمية لأن الصفرين تنزل أربعة في سبعة ثمانية وعشرين. إذا هنا نعدي هنا النسبة أصبحت عندي 7000 إلى 2800 هنا أنا عندي طريقة أخرى طريقة أخرى للحل هذه طريقة إيجاد النسبة بضرب العدد إذا أخذنا هاي الطريقة الأولى هاي الطريقة الأولى عندنا طريقة الثانية النسبة راح تكون عندي لاحظ النسبة 10 إلى 4 تساوي العشرة تقابلها السعر سبعة آلاف عندي الأربعة ما موجود سعرها أنا اللي راح أضع بطريقة ضرب الطرفين في الوسطين إحنا قلنا النسبة هي حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين إذا راح أضرب عشرة في سين اللي هي الطرف الثاني يساوي لي أربعة في سبعة اللي هو الوسطين أربعة في سبعمائة سبعة آلاف أربعة في سبعة آلاف راح أطلع المجهول خارج العملية والعدد اللي يمه راح يكون هو مقام أربعة في سبعة آلاف أربعة في سبعة آلاف راح نختصر بين العشرة أو بحذف الأصفار هنا ما نحتاج إلى اختصار عندي هنا العشرة فقط أحذف الصفر ويقابل صفر من البسط راح يكون أربعة في سبعمية يساوي لي ألفين وثمانمية، نفس الناتج طلع لي، وبما أنه المقام واحد، فما أحتاج إلى أن أضع المقام، ألاحظ طلعت عندي الكمية، ألفين وثمانمية، إذن ثمن القطعة أربع قطع هو يساوي لي، إذن ثمن أربع قطع يساوي لي ألفين وثمانمية دينار. هذه الطريقة الثانية عزيزي الطالب هنا طريقتين بطريقة إكمال العدد نشوف البسط بيش نضربه حتى يطلع لنا الرقم يعني هنا عندي أرقام معلومة البسط عندي مقابلة بسط أضربه بأي عدد حتى يطلع لي سبعة آلاف طلع لي سبعمية إذا بما أنه العدد اللي ضربناه في البسط سبعمية يجب أن يضرب المقام أيضا في سبعمية فظهر لي العدد ألفين وثمانمية وبالطريقة الثانية بطريقة حاصل ضرب الطرفين النسبة يساوينا حاصل ضرب الوسطين طر... أه وجدنا هذا الحل راح آخذ مثال آخر مثال أربعة مثال أربعة تقطع سيارة تقطع سيارة ستة كيلو متر ستة كيلو متر في 18 دقيقة 18 دقيقة فما المسافة فما المسافة التي تقطعها فما المسافة التي تقطعها هذه السيارة خلال 21 دقيقة 21 دقيقه اذا تحركت بنفس السرعه هنا أنا عندي النسبه راح تكون لاحظ الحل الحل لاحظنا عزيزي الطالب السؤال هنا السياره تقطع 6 كيلومتر السياره تقطع 6 كيلومتر فيه في 18 دقيقه في 18 دقيقه إذا كان المطلوب عندي فما المسافة التي تقطعها هذه السيارة خلال واحد وعشرين دقيقة؟ إذا عندي واحد وعشرين دقيقة، إيش قد راح تقطع لي مسافة؟ إذا المسافة ما راح أعرف الكمية المسافة اللي تقطعها، إذا عندي المسافة مجهولة، فراح أجدها بطريقة النسبة، هنا عندي 18 على 21، النسبة تساوي 18 على واحد. بالنسبة للدقيقة بالنسبة للوقت عندي المسافة ل 18 دقيقة تقطع بها ستة كيلومترات لكن عندي ال 21 دقيقة ما أعرف إيش قد الكم المسافة فراح أجدها بطريقة بالطريقة الأولى وهي عندي ال 18 أصبحت ستة إذا قسمت على رقم ما هو الرقم اللي قسمناه حتى يطلع لنا الناتج ستة؟ 18 تقسيم ايش قد حتى يطلع لي 6 هي 3 18 تقسيم 3 طلع لنا 6 اذا هاي عندي هاي الارقام المعلومه من خلالها اجد الرقم اللي نظن نقسم عليه البسط والمقام اذا يجب ان اقسم المقام ايضا على 3 اذا هاي عندي 21 اذا قسمتها على 3 راح يكون عندي 7 7 اذا 7 هي سبع كيلو مترات هي المسافة اللي تقطعها في واحد وعشرين دقيقة، إذا المسافة هي سبعة كيلو متر في واحد وعشرين دقيقة، راح آخذ سؤال آخر أو مثال آخر. مثال آخر نسبة طول سمير إلى طول والده تساوي نعد النسبة هي اثنين إلى ثلاثة اثنين إلى ثلاثة فإذا كان طول طول سمير 120 سنتيمتر فما طول والده فما طول والده هنا لاحظ عزيز الطالب نسبة طول سمير إلى طول والده هنا عندي النسبة مطيني إياها النسبة اثنين إلى ثلاثة فإذا كان طول سمير 120 إذا طول سمير اثنين النسبة يقابله مية وعشرين بالطول الحقيقي، بالطول الحقيقي، إذا النسبة راح تكون هنا أنا راح نكتب النسبة، النسبة تساوي نفس هذه ما مكتوبة عندي، نسبة طول سمير إلى طول والده، هنا طول سمير إلى طول والدي. هناش الساولي النسبة لاحظ طول سمير موجود عندي بالسؤال اه, اثنين او النسبة هنا اثنين الى ثلاثة طول سمير عندي موجود بالسؤال يقابله مية وعشرين سنتيمتر مية وعشرين سنتيمتر لكن طول الاب اللي هو نسبته ثلاثة مجهولة ما نعرفها راح اخليها ايضا هنا بمربع الاحظ هنا عندي الاثنين تقابلها مية وعشرين يعني بيش الاثنين مضروبة حتى اصبح الناتج 120 الاثنين يعني مضروبة في 60 الاثنين يعني مضروبة في 60 إذا 2 في 60 الناتج هو 120 نفس العدد أضربه أيضا في المقام يعني 3 أيضا راح أضربها في 60 وأشوف إيش قد يطلع لي العدد 3 في 60 يساوي 180 إذا طول الأب هو 180 سنتيمتر 180 سنتيمتر طول والده يساوي 180 سنتيمتر يعني هنا أنا عندي الاثنين تقابل النسبة 120 إذا الثلاثة تقابلها النسبة 180 راح أخذ أيضا سؤال آخر عزيزي الطالب تقدر انت تحل هذه الطريقه هذا المثال احنا بدنا نحله بطريقه ايجاد الرقم اللي حاصل ضرب اه رقم 2 اه في ايش حتى يطلع لنا 120 نقدر ايضا نحله بالطريقه الثانيه بطريقه الطرفين في الوسطين نفس النسبه راح اخذها نفس النسبه أنا راح اخذ الطريقه الثانيه النسبه تساوي طول سمير إلى طول والدي ألاحظ هنا راح أخذ يساوي لي النسبة عندي من السؤال هي اثنين على ثلاثة شو تقابلها؟ الاثنين تقابلها مية وعشرين لكن الثلاثة ما أعرفها مجهولة سين فراح أخذ هذه النسبة إحنا قلنا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين حتى يطلع لي قيمة أو طول الوالد طول والدي فراح اخذ راح اضرب الطرفين اذا اثنين في س تساوي ثلاثة في مية وعشرين تساوي ثلاثة في مية وعشرين لاحظ هذه النسبة هذه الطرفين وهذه الوسطين حاصل ضرب الطرفين لازم يساوي لنا حاصل ضرب الوسطين فانا ايش راح اسوي راح اطلع المجهول اللي هو س خارج الـ العدد وخارج النسبة وأجري هنا عندي ثلاثة في مية وعشرين والمقام راح يكون اثنين دائما الرقم اللي بجانب المجهول يكون هو المقام راح أختصر أختصر ويا المية وعشرين على اثنين هنا عندي واحد وهنا عندي ستين ويساوي ثلاثة في ستين مية وثمانين والواحد هنا المقام ما يأثر على العدد إذا 180 سنتيمتر طول الوالد. عزيزي الطالب هذه الطريقتين، هاي عندنا الطريقة الأولى اللي هي رأسا نجد العدد بواسطة إيجاد الرقم المضروب بالأرقام المعلومة. الطريقة الثانية هي بواسطة الضرب إيجاد حاصل ضرب الطرفين اللي يساوي لنا حاصل ضرب الوسطين بهذه الطريقة. هنا عندي راح آخذ مثال اخر، مثال اخر، المثال اللي راح اخذه مدرسة، مدرسة مختلطة. نعم هنا راح اخذ مثال اخر اللي هو مثالنا مدرسة مختلطه فيها نسبه البنات الى البنين تساوي اربعه الى سبعه فاذا كان عدد البنين 280 تلميذ، 280 تلميذا المطلوب هو فما عدد تلاميذ المدرسة المطلوب هو فما عدد تلاميذ المدرسة، إذا هنا عندي الحل هنا مدرسة مختلطة فيها نسبة البنات إلى البنين تساوي أربعة إلى سبعة لاحظ النسبة اياها بالسؤال هي أربعة إلى سبعة فإذا كان عدد البنين يساوي 280 تلميذ 280 تلميذ هنا أنا مطيني السبعة شي قابلها بالعدد الحقيقي النسبة سبعة أو نسبة البنين شو تقابلها بالعدد الحقيقي راح أكتب النسبة لاحظ فيها نسبة البنات إلى البنين، احنا قلنا دائما العدد اللي يكون مقام هو اللي يكون ورا كلمة إلى، إذا عندي هنا نسبة البنات، هنا البنات والمقام هو البنين، يعني عدد البنات، خلينا نوضحها أكثر، عدد البنات إلى عدد البنين أجي إلى عدد البنات عندي النسبة تساوي لي أربعة إلى سبعة حسب ما موجود عندي بالسؤال لأن يقول لي نسبة البنات إلى البنين نسبة البنات إلى البنين عدد البنات إلى البنين هي أربعة إلى سبعة أجي هنا ألاحظ الأربعة على سبعة أربعة على سبعة مطيني عدد البنين عدد البنين موضح لي بالسؤال مطيني اياه 280، يعني السبعة بالنسبة تقابلها 280 تلميذ بالحقيقة. عندي نسبة البنات بالحقيقة ما موجود. فاش راح أجد هنا؟ إيش راح أجد؟ أما بطريقة إيجاد العدد اللي نضربه فيه حتى يكون عندي الناتج هنا، راح أطلعه من الأرقام المعلومة، هنا عندي المقام معلوم. هنا عندي بالعدد بالكسرين أو بالقيمتين عندي المقام موجود فراح أستخدم أقول السبعة بأي عدد نضربها حتى تكون عندي 280 إذا السبعة هي في أربعة العفو 40 السبعة في أربعين السبعة في أربعين راح يكون عندي 280 بما أنه طلعت الرقم اللي مضروب بالمقام راح أضربه أيضا في البسط إذا أربعين في أربعين يساوي لي مية وستين مية وستين. هنا إذا طلع لي عدد البنات عدد البنات مية وستين تلبيدة المطلوب هو يقول ما عدد تلاميذ المدرسة يعني أصبح عندي العدد كامل هنا عندي البنات وهنا عندي البنين البنات مية وستين وعدد البنين مية وثمانين المطلوب الثاني إذا راح أجمع المجموع العددين مية وستين زائد مية ميتين وثمانين فراح يكون عندي هنا ستة وثمانية 14 عدي أربعة عشر وهنا عندي أربعة أربعمية وأربعين تلميذ في المدرسة هنا طلعنا عدد تلاميذ المدرسة أعزائي التلاميذ إلى هنا ننتهي درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم بدروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته